السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج القوس. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج القوس دي استخاره روحانيه بالقران الكريم لشهر مارس باذن الله. هيكون في تقدم، هيكون في خير، هيكون في تعويضات، هيكون في تغيرات. الله أعلم أنت ناوي على إيه، بس إن شاء الله بإذن الله استخارتنا هتكون جميلة. أنا بصور بالكاميرا الأمامية فالصورة بتدي معاك العكس، فإن شاء الله بإذن الله برضو الفترة اللي جاية هيكون في تقدم وتبشرات حلوة. ركز معايا في قراءتنا، هنفتح مع بعض الصورة اللي هتنطبق عليك، هتقراها لي أول الشهر وإن شاء الله بإذن الله يكون عندك خير يا برج القوس. وركز معايا في القراءة بتاعتنا. صورة مريم، يبقى انتوا كده مع بداية الشهر القادم ده شهر مارس هتقروا صورة مريم. صورة مريم يا برج القوس، دايما عندكم ثقة بالنفس، دايما متألقين وواثقين في كل خطوة بتخطوها، عندكم رحمة في قلبكم للناس. بس اليومين دول انتوا في شوية امور، في شوية مشاكل، في شوية توتر عندكم بسبب الضغط النفسي اللي عليكم. في حاجة خايفين منها، يعني انتوا في حاجة حاليا خايفين منها وخايفين ان هي تحصل. بتدوروا على شغل، بتدوروا على وظيفة تزودوا الدخل بتاعكم، بس في دعاء ليك عمال تدعي ربنا ليه. وبرضو انت خايف من حاجة، يعني رامي همك لربنا. الفترة دي اكتموا عن اي حاجة تخص حياتكم، لإما تكتموا عن موضوع انتوا شغالين عليه، لإما تكتموا على ورث انتوا برضو شغالين عليه. فياريت اللي انتوا شغالين عليه حاليا تسكتوا وما تحاولوش ترضوا حد على حسابكم. يعني خلاص عندكم بشرة خير، لإما مولود جديد، لإما اخبار تخص حمل، في تبشرات من ناحية الاطفال، في هنا بإذن الله بفضل ربنا عقبة هتطلع منها الشهر ده، ويبقى فيه امور حلوة، والعتاب اللي عندكم ده هيكون فيه خير بإذن الله. في كمان هنا كلام عليكم، يعني انتوا بتقعدوا في قاعدة بتلاقي كلام كتير جدا بيسألكم بس ما بتتكلموش وبتسكتوا. في حد بينادي عليك وانت مش حاسس بيه. بص الناس دايما عليكم، في حد غلط معاك 3 غلطات ومن بعدها ما بقاش ليك نفس حتى العتاب معاه. وفي نفس الوقت هيكون عندك بشرة ببكرة علشان في طاقة إيجابية، والطاقة الإيجابية دي هتكون خير ليك. ما تسمعش كلام حد، معروف إنه أنتوا حنينين جدا وجوه قلبكم نقاء وطيبة غير طبيعية، دايما حتى بيبان على وشكم البراءة. في ألم جوه قلبك بسبب أشخاص أو بسبب إن أنتوا عمالين تكشفوا على دكاترة وطال الانتظار الأطفال. في حد توفى، الحد اللي توفى ده تعب، يعني انتوا تعبتوا من فراقه. عندكم ذكرى، عندكم حد ب4 حروف، دايما اقول لكم انتوا عارف حرف الميم بينكم ما بينه مواضيع، حرف الراء، حرف الياء، عندكم شوية حروف في حياتكم. ودايما في مشاكل مع الاهل، لإما بسبب طلبات زيادة عن اللزوم، لإما في شوية ضغط نفسي الله أعلم، بس في عندكم شوية مشاكل مع الأهل، ممكن يكون كمان بسبب يعني ورث، بسبب إن هم واقفين في طريقكم الله أعلم. دايما بتقولوا يا رب نجينا من أي مشكلة. الفترة دي عايزاكم ما تتكلموش كتير عشان عندكم بداية حلوة. لو فضلتوا كاتمين وخلاص كل اللي انتوا عايزينه هيحصل. في مكافأة جايلك أو في قضاء حاجة، الحاجة اللي جايلك دي هتكون خير برضو، بس لو برضو فضلتوا كاتمين. العيون عليكم بتجيبكم الأرض، وهو ده المشكلة اللي عندكم. عشان كده دايما الحاجة اللي بتفكروا فيها من قبل ما بتحصل بتلاقوها ما كملتش. في هنا هيبقى خير، شجرة خير هتطرح عليكم، ممكن يكون امور حلوه، كلام حلو، اخبار حلوه، في طريق خير هتمشوا فيه وهتنجح فيه اول فتره دي. بس دايما اقول لكم اهم حاجه التحصين، حصنوا نفسكم ليل ونهار علشان خاطر اي مشاكل سلبيه، وعشان خاطر ربنا ينجيكم من اي حاجه في حياتكم.
بسم الله ما شاء الله عليكم. عندكم نقلة جديدة، النقلة دي هتكون نقلة خير. اقدر اقول ان انتوا خلاص بعض منكم بيصوم اليومين دول، عليه ايام فبيصومها، او عايزين بتفكروا في الصيام، في مواضيع عندكم او بتتكلموا عايزين تصوموا ايام عليكم، الله اعلم. في حمل حاملينه وتعبتوا، تعبتوا بمعنى صح انه مفيش حد جنبكم، عندكم حد قريب على قلبكم، لإما الأب لإما الأم، قريبين عليكم، وعشان كده عندكم بشرة، والبشرة دي أرجع وأقول لكم اكتموا. في شوية أزمات أو شوية عقبات موجودين في حياتكم، في حرب عندكم من ناس موجودة في شغلكم أو موجودة في حياتكم بالكامل. انتوا معروفين ان انتوا ما بتحبوش تعملوا حاجة غصب عنكم، وعشان كده قررتوا وفكرتوا ان انتوا تطلعوا السلم واحدة واحدة، ما بقيتوش متلخبطين، ودايما بتقولوا الحق حتى لو كان السيف على رقبتكم، ما بتحبوش الكذب ولا النفاق. بس في حد متعمد ان هو يخلف لك الموازين، وعشان كده في شوية مشاكل بينهم. يؤسفني ان اقولك ان انتوا الفترة دي او انتي الفترة دي هتشوفوا مشهد مش لطيف، او هتكتشفوا كذبة ما هتكونوش متوقعينها، الله اعلم، بس في حاجة هتكتشفوها، ومن بعد كده هتسجدوا لربنا وتقولوا الحمد لله. في حد عندكم بيشتكي من نظر او بيشتكي من حاجة تخص وشه، ان شاء الله باذن الله لو كان مشكلة عين، مشكلة اي حاجة، هتبقى خير باذن الله وربنا هيشفي. ما تزعلوش مني، انتوا عليكم ندر ونسيتوه، ندرتوا ندر بموضوع معين او بحاجة تتم ونسيتوه، خلوا بالكم كويس جدا وراجعوا حساباتكم. دايما مهما بتعملوا غلط او بتعملوا اي حاجة بترجعوا لربنا تاني وتشتكي له همكم، وعشان كده دايما بتذكر ربنا في كل حاجة. اكبر مشاكلك جات لكم من الاصدقاء، مفيش اصدقاء لحد الان جات لكم كويسة، رميتوا عصاية ناس كتيرة جدا من حياتكم، دايما بتخافوا من عذاب ربنا وبتبعدوا عن الشيطان بقدر المستطاع، بس في شوية هجوم عليكم، بس عندكم استغفار لربنا علشان في حاجة انتوا خايفين منها، وهتعتزلوا عن موضوع او هتنسحبوا عن موضوع معين في بالكم، لإما هتكونوا في قعدة او في مكان وهتنعزلوا وتقولوا خلاص كده احنا مش عايزين نكمل، لإما هتبعدوا الله اعلم. في كلام بينك وما بين حد، او بينك وما بين حد، في كلام بينكم بين حد، بس ان شاء الله باذن الله الامور هتتصلح. في كمان الفتره دي ممكن كمان هتبداوا ان انتوا تكتموا خالص، هتجعلوا لسانكم ده مش موجود في بقكم، وهتكونوا اصدقاء نفسكم، وهتكونوا احباب نفسكم، وهتكونوا اشخاص مختلفين، وما عدتوش هتدوا فرصه لحد زي الاول، علشان خلاص حسيتوا ان انتوا تعبتوا من كلام الناس. دايما بتمشوا في الطريق الصح، وعندكم قراية فتحة، او عندكم امور في ناحية العاطفة، وربنا هيكرمك برحمته من فوق وهتاخدوا حقكم. انتوا دايما اصحاب وعد، يعني الوعد اللي بتوعدوا بيه بيحصل، بتعملوه على طول. في حد عمال يهم، يعني مثلا حد عندكم عمال يتأمر عليكم، يتشرط عليكم، ودي حاجة انتوا مش عاجباكم خالص، بس ساكتين. في هنا كمان اولوياتك، مسؤولياتك، بإذن الله عندك ذرية صالحة، حمل بفضل ربنا. انتوا الفترة دي ممكن يكون عندكم خير حلو او امور قادمة ليكم ان شاء الله. كمان بإذن الله هتلاقوا سفر عندكم، انتوا شغالين على ورق او شغالين على ورث، الله اعلم، بس انتوا عايزين تزودوا الدخل بتاعكم. عيونكم، دموعكم، يعني دموعكم على خدكم، دايما دايما بكى، دايما بتعيطوا، دايما كده بتسندوا على الحيطة وتلاقوا دموعكم، يعني عيونكم مدمعة من الظلم اللي انتوا شفتوه من ناس ما تتوقعوش. في أزمة هتعدي بإذن الله الفترة اللي جاية، محدش يعلم الغيب، بس انتوا فعلا مستنيين أي فرحة تفرحكم، مستنيين أي حاجة تطلعكم من الحزن اللي انتوا فيه حاليا، وعشان كده حاسين انه البيبان متقفلة في وشكم. انتوا ما تعلموش قد ايه ربنا هيبشركم بالخير الفترة القادمة، وهيكون عندكم كمان امور حلوة،
كمان الفترة دي انتوا بقدر المستطاع عايزين تعوضوا الخسارات اللي انتوا عشتوها، عايزين تعوضوا الحاجات اللي انتوا في حياتكم دي. انتوا كمان الفترة دي بتقولوا حاجة واحدة بس، احنا بنتعامل مع ربنا يعني، وبيوصل لكم كلام برضو يزعلكم عن الناس، بيوصلكم كلام مضايقكم. في كمان خطوات انتوا بتحاولوا بقدر المستطاع تتخطوها. في خلال 10 ايام هتسمعوا حاجة، او هيبقى في لقاء عتاب، هيبقى في امور هتتكلموا فيها. واقدر اقول ان الفترة اللي جاية دي هتتخطوا مرحلة صعبة، تتخطوا مشكلة او ازمة، وهتلاقوا مواضيع تتفائلوا بيها بالخير. عندكم ظلم من ناس كتيرة جدا في حياتكم، الناس اللي ظلمتكم دي ربنا هياخد لكم حقكم في الوقت المناسب، ما تقلقوش ابدا. الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا بتفكروا تنقلوا تعزلوا او تغيروا سكن، تغيروا مكان الفترة دي. على قد ما انتوا بتبانوا اقوياء وبتبانوا ان انتوا مفيش اقوى منكم، بس جوه قلبكم او انتوا اصلا اطفال من جواكم، عايزين اللي يحتويكم صح. بتدوروا دايما على الحب، بتدوروا دايما على الحنان، بتدوروا على اللي يطبطب عليكم وما يخدعكمش، عشان انتوا لما بتخشوا في علاقة بتقدموا على طول الخير، بتغيروا في حاجات كتيرة جدا بتعملوها ما يصحش ان انتوا تعملوها في بداية العلاقة او في بداية الامور، وعشان كده بيطمعوا فيكم اكتر. واكتر مشكلة عندكم هي العاطفة الفترة دي، دايما العاطفة عندكم تعبانة، دايما العاطفة عندكم فيها غدر او فيها امور سلبية. كمان بتحاولوا ان انتوا يعني تعملوا حاجات كتيرة جدا، يعني ده اكتر فترة انتوا طالبين من ربنا حاجة معينة، يعني طالبين من ربنا لاما دعاء، لاما طالبين من ربنا دعم من عنده، الله اعلم، بس انتوا طالبين من ربنا اشياء كتيرة جدا جدا ومستنيينها تحصل بأي طريقة أو بأي حاجة. في واحد أو في حد عايز يأذيكم وعايز ياخد مكانتكم، عايز ياخد مكانتكم بأي طريقة. دايما بتدي نفسكم طاقة إيجابية، دايما كده بتكونوا قاعدين وبتستغفروا ربنا وبتدوا نفسكم، بتحاولوا تتفائلوا بالخير، بتحاولوا ان انتوا تنجوا نفسكم. اللقاء الحلو ده هيكون بشخص او بحد عالي عنكم، يعني هيكون حد كده ليه سلطة، حد ليه مكانة، هتتكلموا معاه، ومن بعد اللقاء اللي انتوا مستنيينه ممكن يكون عندكم تنجية حلوة او امور حلوة. خلوا بالكم من ام الشريك او حد من اهل الشريك، اهل الشريك دايما بيحطوا عليكم، دايما كده بيزودوا الهم عليكم، رغم ان انتوا دايما بتقدموا الخير بشكل كبير وبشكل سريع، يعني انتوا بتحبوا الناس، بتحبوا ان انتوا تقدموا الخير، وعشان كده دايما بتبذلوا اقصى مجهود لتوصلوا للهدف. انتوا ما بتحبوش الحاجة تجيلكم بالسهل، بتحبوا بالعكس تتعبوا في الحاجة لحد ما تجيلكم عشان تحسوا بيها، وده بالفعل اللي باين لكم. كده اشخاص دايما عندكم عزيمة، دايما عندكم قوة، بس في اشياء ضايعة منكم، لاما في موضوع مش عارفين تكتشفوه، لاما حصل عندكم سرقة، لاما في امور عندكم بتحاولوا تكتشفوها بشكل كبير. انتوا حاسين ان حياتكم ماشية ببطء، حاسين ان حياتكم ما فيهاش جديد، ما تعرفوش قد ايه ربنا ناولكم فرح، او في امور عندكم ممكن تتحسن باذن الله. ما تسمعوش كلام حد، في ناس كتيرة جدا اذوك في شغلك في حياتك، في ناس عندكم يعني ضربتكم ضربة كبيرة جدا او طردوكم من الشغل، عندكم حد كبير في السن مركز معاكم قوي، بيحاول ان هو بقدر المستطاع زي ما قلت لكم ياخد مكانكم او يأذيكم في حاجات كتيرة جدا تخص شغلكم، رغم ان انتوا الشخص ده اللي بيأذيكم ما توقعتوش ابدا في يوم من الايام انه الاذى يجيلكم منه، ما توقعتوش يوم من الايام انه الكسرة تجيلكم منه، بس دايما برضو رافعين ايدكم لربنا وبتقولوا احنا مناش غير ربنا هو اللي هينقذنا. ابشركم تاني بمولود جديد او بطفل جديد، وارجع واقول لكم محدش يعلم الغيب الا الله، بس انتوا عندكم رحمة وعندكم خطوة جديدة، تحركات جديدة، يعني عشتوا فترة من العذاب، فحان الوقت ان ربنا باذن الله ينجيكم، حان الوقت باذن الله ان ربنا يبارك في خطواتكم. طالعين السلم خطوة خطوة، وناويين ان انتوا تثبتوا وجودكم،
ما عادش يهمكم كلام الناس، ما عادش يهمكم كلام اي حد، دايما انتوا ماشيين على صراط مستقيم وبتقولوا خلاص احنا ملناش دعوة بحد وهنبعد عن اي مشكلة سلبية، وعشان كده بتعجلوا ان انتوا تثبتوا وجودكم. البعض منكم ممكن يكون عايز يغير حياته عاطفيا، عايز يغير حاجة في بيته، عايز يغير، انتوا ناويين على تغيير، ناويين على امور مستقرة. بيعجبني فيكم التألق بتاعكم رغم انه برضو مكسورين ومهمومين، بس دايما كده راميين همكم على الله وبتقولوا احنا ملناش غير ربنا، وطول ما ملناش غير ربنا مهما نشوف في حياتنا احنا اكيد لينا يوم مع الله. في تسوق عندكم، لا اما هتطلبوا شغل اونلاين، لا اما هتتسوقوا، لا اما هتنزلوا، او بعض منكم عنده فرحة، عنده مواضيع بتستقروا فيها، في مواضيع عندكم بتحاولوا تعملوها بإذن الله هتكون في خير. في حد بيتناقض معاكم، شايلين جبل على كتفكم وقلتوا خلاص، يعني حاسين ان انتوا خلاص مش قادرين. في حد دايما بكلامه السلبي بيدخلكم في طاقة سلبية، يعني انتوا بترتاحوا معاه بس دايما بتسحبوا منه الطاقة السلبية. في شخص أذاكم، الشخص اللي أذاكم ده برضو يعني انتوا أذاكم وبعدتوا عنه، بس برضو مازال بيراقبكم، مازال عينه عليكم، مازال ما بعدش عنكم، دايما بيحاول ان هو يقرب منكم، بس انتوا خلاص حطيتوا سد وقلتوا الشخص ده لو رجع تاني مستحيل اكون معاه او مستحيل اكمل معاه. دايما بتفوز بنجاحك، دايما شخص كده ان شاء الله باذن الله ممكن يكون عندكم نجاح في دراسه ونجاح في حاجات كتيره جدا. انتوا الفتره دي تحذروا وتخلوا بالكم من اشخاص حواليكم في نفس الدايره بتاعتكم، الناس اللي في نفس الدايره بتاعتكم دي كلامهم كتير عليكم، طاقه بيتكلموا عليكم. شوفوا الخبر اللي مستنيين تسمعوه، هي في مواضيع هتتفتح بخصوص الخبر ده، او في كلام برضو هيتفتح عندكم بخصوص الخبر، بس خلوا بالكم انتوا في ناس بتحاول تأذيكم، في ناس بتحاول ان هي تتكلم عليكم، بس انتوا بسبب نجاحكم، بسبب شهرتكم، انتوا ممكن يكون عندكم شهرة الايام دي او عندكم نجاح في خطوة جديدة مختلفة. بسم الله ما شاء الله عليكم، اقدر اقول ان ربنا اختاركم ان انتوا تكونوا متألقين، فما تقلقوش خالص، ربنا في الوقت المناسب هينزل عليكم الحاجات اللي هتسعدكم وهتطبطب على قلبكم، يعني في حاجات عندكم هتعملوها جديدة. بتسمعوش كلام حد، الناس اللي بتتناقض كتير، في ست عندكم قوية، الست دي موجودة في أرض بيتكم، في أرض البيت، قوية، كلمتها مسموعة وبتمشي على الكل، كلمتها دايما سيف على رقبة أي حد وكله بيخاف منها وبيعمل لها ألف حساب. الست دي مش هقول لكم إن هي بتاعت أسحار وأعمال، بس هي ماشية في طريق مش خير، بتأذي وعاملة نفسها ملاك. انتوا ما ينفعش تروحوا تقولوا لها انت ست خبيثة او ست مش كويسة، لأ، اهدوا وتعاملوا معاها بشكل سهل وبسيط عشان خاطر انتوا برضو مش ناقصين ضغوط نفسية من ناس حواليكم. وهي الست دي كويسة جدا ان هي تعرف تستغل الناس، ان هي تعرف تكسب محبة الناس بطريقتها، ما بيطلعش من لسانها غير الكلام العسل، الكلام الحلو اللي مهما تحكوا عنها مستحيل حد يصدق ان هي الست دي يطلع منها كل الكلام ده. فعشان كده بلاش تهلكوا نفسكم ان انتوا تطلعوها بشكل سلبي، محدش هيسمع لكم، بس ما فيش حاجة بتدوم، لو هي وحشة ربنا في الوقت المناسب هينجيكم من عذابها وهيخرجكم من الأمور السلبية. إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون في تنقلات حلوة، هيكون في أخبار حلوة، انتوا عندكم طاقة، طاقة شفاء، لإما ليكم لإما حد في أرض بيتكم، والحد اللي هيكون عندكم ده شفاء انتوا بتحبوه قوي، روحانياتكم عالية، بس تخلوا لي بالكم من يعني قبل ما تناموا، يا ريت يا جدع يا جماعه قبل ما تناموا تحصنوا نفسكم، علشان القرين بيأذيكم، الطبيعه موقفه حياتكم، في بيبان كتيره هتتفتح، بلاش الدموع اللي على خدكم 24 ساعه، انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه، انتوا ربنا كاتب لكم حدس، كاتب لكم قوه خارقه، في امور عندكم
هتتظبط الفترة اللي جاية. انتوا عندكم كده روحانيات عالية، الروحانيات العالية دي بتعمل لكم ايه؟ بتخليكم تحسوا بالحاجة قبل ما تحصل، وبتخليكم تكتشفوا الحاجة بقى قبل ما تحصل، ولو ما حسيتوش بتحلموا بيها من كتر ما روحانياتكم عالية ودايما متألقين وواثقين. بس دايما اقول ان انتوا راجعوا لو عليكم ندر، لو عليكم حاجة اوفوا بيها، وخلوا بالكم من المقربين علشان هما اللي بياكلوا خيركم، هما اللي بيأذوكم وبيكونوا قاصدين يتعبوكم. فطول ما انتم متألقين وواثقين من نفسكم ومن نجاحكم، هتلاقوا الحياة مليئة بالمفاجآت، وهتلاقي الامور الحلوه. ودايما اقول لكم القارين، خلوا بالكم من القارين. القارين ده عباره عن حد بيمتلك جسدكم، الحد ده بيحبكم، الحد ده دايما كده معاشركم، فخلوا بالكم منه. ويا ريت يا حبايب قلبي لو بتقفوا قدام المرايه بلاش بلاش، عشان انتوا جملات والجمال، بلاش تقفوا قدام المرايه. المرايه دي هي بيكون اساسها القارين. ويا ريت ما تزعلوش مني، يعني بلاش ان انتوا يا حبايب قلبي مش تقفوا قدام المرايه، اقفوا قدام المرايه في وقت المطالبات، يعني لو هتعملوا حاجه معينه اقفوا قدام المرايه، غير كده ما تقفوش قدام المرايه، ما تقفوش مش كل مش على الفاضي وعلى المليان تفضلوا تبصوا على المرايه، مش على الفاضي وعلى المليان تفضلوا تلبسوا حاجات يعني القارين معاكم وشايفكم في كل حاجة انتوا بتعملوها. وعشان كده حصنوا نفسكم، وياريت يعني انتوا حبايب قلبي، وعشان كده انا بقول لكم الكلام ده، بلاش يعني تناموا على ظهركم، ياريت تناموا على جنبكم اليمين، وياريت التحصين النفس وتناموا على القرآن، علشان خاطر انتوا مش عايزين اي حاجة سلبية تأذيكم. وبإذن الله الشفاء العاجل هيكون ليكم والخير والنجاح.